مجلة ألوان ثقافية. يسرنا نحن محررو ومراسلو مجلة ألوان ثقافية أن نعلن للجمهور الثقافي العربي صدور مجلتنا الإلكترونية ألوان ثقافية، آملين أن تكون رفيقاً جميل الخصال لجمهورها الواعد الذي يسعى نحو الإبداع الرفيع في الأدب والفن والمعرفة. مجلة ألوان ثقافية الصادرة عن مركز فضاء الشرق الثقافي في سويسرا لوزان، جاءت فكرة تأسيسها بصدق وتواضع وتوجه حقيقي من صديقنا وزميلنا الفنان فائق العبودي، الذي بذل هو وخبير البرمجة الصديق ناجح بن سعد جهدا متميزا في أن ترى ألوان ثقافية النور. وهذه دعوة مفتوحة لكافة أصدقائنا المبدعين، روائيين وكتاب قصة، تشكيليين وشعراء، مسرحيين وسينمائيين، ومبدعين في مختلف الأجناس الثقافية، نعبر لكم عن محبتنا وترحيبنا بكل ما يصلنا من نتاجاتكم الإبداعية. نشكر الهيئة الاستشارية لمجلتنا الذين عبروا عن سرورهم وقدموا الرؤى الجميلة في أن تكون ألوان ثقافية بهذه الحلة، ولجمهورنا العزيز الحب والاحترام، أسرة تحرير ألوان ثقافية.